بونجور دلال، كيفك اليوم؟ منيحة وانت؟ كنت عم تقولي انه وقتنا منه كافي، في كثير اشياء اليوم. لا في شغلة وحدة بس وقتنا بدها وقت، يلا عسل يلا. اليوم قليل، اليوم عاملين بولي اوز اماند مع كوسكوس اللي هي وصفه طيبه كثير. خلينا نقول مقادير على السريع تينا ما نبلش. اليوم عم نحكي على كيلو من صدوره الدجاج المقطعه مثل الشيش طاووق، بصله وحده مقطعه شوابير، نص كوب من اللوز. اليوم عم نحكي على اللوز مع قشره تينا الني يلي تحني، فينا نشوفه هون اكيد. نص كوب من البصل الاخضر، 200 جرام من الفطر او علبه، عم نحكي على نص كوب من الصويا صوص، ملعقة صغيرة من الجينجر باودر، رشة من الملح، بهار أبيض، شوية من الثوم كمان الباودر. في عنا 200 ملي من الكريم فريش. هون بدي أقول للمشاهدين فينا نستبدل الكريم فريش بحليب جوز الهند، بالإضافة لنص كوب من مرقة الدجاج، بدنا نقدم مع الكوسكوس. خلينا نبلش تينا. اليوم بطنجرة على نار بدنا نوضع شوية أو ملعقتين من زيت الزيتون، بصلة هون فينا نقطعها صغير أو شوابير ما بقسه. سو هون الدجاج بعد ما ينطبخ مع الصوص وكل شيء بده يتقدم حد الكسكس. هلا اليوم حبيت اقدم الكسكس، بس فينا نقدم البات البني، فينا نقدم الرز الابيض ما بقصر. يعني هون شو ما بنحب مرافق يلي بدنا اياه يعني. لكن بطنجره على نار وضعنا زيت زيتون، بصله مقطعه شوابير، لوحناها لتدبل، رجعنا ضفنا كيلو من صدوره الدجاج. هون بدنا نقول انه فينا نستبدل الدجاج بالقريدس او باللحمه، يعني حسب نحن شو بنحب. سو الدجاج مقطع قطع كبيرة صح، فينا هون الدجاج بيرجع بيزن كمان على الطبق. صح، بعدين تينا بدي اقول انه كمان فينا نقطع اليوم الدجاج او اللحمة مثل الشاورما، مش ضروري يعني لمكعبات. لكن من بعد ما وضعنا الدجاج بدنا نضيف رشة من الملح، رشة من البهار الابيض، رشة من الثوم الباودر. هون يلي ما عنده أو ما بحب يستخدم ثوم باودر فينا نستبدل بحصين من الثوم المفروم الصغير. نختم بملعقة من الجينجر الباودر. انت عم تقولي انه فينا نستبدل الكريم بال بحليب جوز الهند كمان مع الصويا صوص، انه في هالكاري يعني نكهات بتلبق مع بعضها. لكن خلينا نرجع نذكر تينا، اليوم عم نعمل بولي اوز اماند او قريدس او لحمه، بطنجره على نار ضفنا شويه من زيت الزيتون، بصله مفروم صغير او شوابير، لوحناها على نار، رجعنا ضفنا كيلو من صدوره الدجاج او حيلا شيء نحن بنحبه، ضفنا شويه من الملح، بهار ابيض، ثوم باودر وجينجر باودر. على طول على نار بدنا نرجع نضيف اللوز. وهون نرجع بنذكر انه كثير مهم انه نقينا اللوز يلي مع قشره تينا يلي تحني وهو ني، يعني ولا الا بس كمان مش كثير ناعم، مش كثير الا اذا تحني صح يعني بهيدي الطريقه. نخلي شويه شقف صغيره صح. اللوز بقشره دلال يمكن بيعطي نكهه، بيعطي نكهه اكثر صح. هلا خلينا ننتقل بهالوقت تنخبر شوي على الكسكس. اليوم هيك وقفت بين الرز بني او كسكس، طلعت مع الكسكس اخر شيء. بدنا نخبر انه اول شيء الكسكس طيب انه نقدمه مع حيلا شيء، مع الدجاج مع اللحمه مع هيك. هلا الكسكس يلي ما عنده فكره عنه بنلاقيه بحيلا سوبر ماركت. وهون اذا طلعنا على المغرب او اصولا وقتا نشتغل بالكسكس تينا او بدنا نسلق الكسكس، كثير مهم انه يكون عندنا الكسكسيير يلي هي الطنجره بنسلق فيها الكسكس. بس اليوم هيك على الطريقه البيتيه، لكل ست بيت اكيد ما عندها كسكسيير او قليل يلي عندهم ثانيه سريعه. بدي اقول انه اذا اليوم عم نحكي على اليوم هون عندي 3 كبيات من الكسكس، نقعتهم قبل بساعتين بثلاث ملاعق كبار من زيت الزيتون ونص كوب من الزبيب، مزجناهم سوا، غطيناهم بفوطه المطبخ وتركناهم على جنب. هيك بتصير الكسكس اطيب، يعني بتصير تفتت اكثر وقتها نسلقها بتفتح بطريقه احلى. لكن مثل ما سبق وحكينا من بعد ما
نقعنا تينا الكسكس بزيت الزيتون، وهون بنصح كل المشاهدين انه حيلا نوع كسكس، يعني حتى اذا بدنا نعمل كسكس مع خضره انه كثير طيب نشتغله بهيدي الطريقه، انه ننقعه لمده ساعتين. هلا بطنجره على نار، كل كوب من الكسكس تينا بده كبايه من المي، يعني اليوم عيرنا واحد بواحد بما انه نحن عم نحكي على 3 كبايات من الكسكس، بطنجره وضعنا 3 كبايات من المي. وانا شخصيا اذا عندي مرقه دجاج، مرقه لحمه، كثير بتعطي نكهه اطيب، يعني اطيب انه نوضع بقلب المي او نشتغل المرقه اذا بدي 3 كبايات من المرقه البيتيه. هلا هون في كمان انه نضيف شويه من الزعفران اللي بيعطي نكهه، بالاضافه او العقده الصفراء اذا عبلنا هيك نغير اللون نكهة. بس اذا عبلنا النكهه. هلا كيف بدنا نشتغلها؟ بطنجره على نار بدنا نوضع 3 كبايات او كل كبايه من الكسكس بدها كبايه من المي. اول ما تغلي المي بدنا نوضع الكسكس، بدنا نحركها وبدنا نغطيها، بدنا نطفي النار ونعير 5 دقائق لينبت الكسكس. من بعد ما ينبت تينا مضطرين انه نجيب ملعقه من الزبده نضيفها بقلب الكسكس، نجيب شوكه ونفتح الكسكس، هيك بيطلع الكسكس. بعد ما نغلي المرقه نسقط الكسكس ومنطفي النار، ابدا ما بنطفيه على النار. هلا بالمرأة. بما انه ليك تينا، هلا كمان بدنا نقول اذا ما بدنا ننقع الكسكس بالزيت، نعم بده وقت اكثر او لا؟ لا، اذا ما بدنا ننقع الكسكس بالزيت بدنا نوضع هون ملعقه زيت، يعني أوكي. او بننقعه بالزيت، انا شخصيا بحب النقع، او بنضيف على المرأة ملعقه من الزيت. ليك تينا بهيدي الطريقه. هلا هون بنرجع بنذكر المشاهدين يلي ما بحب الزبيب، في ما يستخدم الزبيب بس هو طيب معه الزبيب بيعطي نكهة أطيب. فوالا، مثل ما هون عم نشوف بدنا نجيب الغطا. الغطا فينا فوالا. ليك فينا حطينا مي، حطينا كسكس، فينا طفل. بدنا ننطر 5 دقائق نرجع نجيب الشوكة ونشتغلها. اوكي، هلا خلينا نرجع للدجاج. هون من بعد شفتي بلشوا يستووا. من بعد ما لوحنا بصله رجعنا ضفنا الدجاج، ضفنا جينجر باودر، ثوم باودر، ملح وبهار. هون بدنا نضيف 1/2 كوب من اللوز. نرجع نتذكر يوم اشتغلنا باللوز مع قشره يلي طحناه ني، بدنا نضيفه عليهم بهيدي الطريقه. تينا هون بدي اقول انه هيدي من الوصفات اللي كثير طيبه يلي تنعمل باهم عزيمه غدا وعشاء. حلو. سهله سهله وبتنعمل قبل بوقت دلال، يعني فينا نرجع نسخن. فينا نسخن اكيد اكيد، لكن هون من بعد ما ضفنا البصله، الدجاج، القريدس او اللحمه، ضفنا البهارات ما بدنا ننسيه، ورجعنا ضفنا اللوز. هون بدنا نضيف 1/2 كوب من الصويا صوص يلي كمان بده يعطي نكهه لوصفتنا تينا. فوالا، على طول على نار صويا صوص. بضل عنا تينا انه نضيف الفطر. هون فينا اليوم هيك اشتغلت بالفطر المعلب، بس يلي ما بحب فينا نستبدل فرش. بالفطر الطازه اكيد. يلي ما بحب الفطر في يستبدل بحيلا نوع من الخضره، او فينا ما نضيف شيء، يعني نكفي الوصفه مثل ما هي. لكن ضفنا الفطر، لكن صار عندنا بصل، دجاج، جينجر، توم باودر، ما بدي انسى الملح، بهار الابيض، ضفنا لوز مطحون بقشره ني، رجعنا ضفنا الفطر، صويا صوص، 1/2 كوب من الصويا صوص. على طول على نار بدنا نرجع نضيف البصل الاخضر المفروم. هون اذا لاحظت نحن ما لوحنا البصل الاخضر مع البصل العادي، تركناه شوي لاخر شيء. فوالا، هون بدنا نقول لتينا يلي ما بحب اللوز في يستبدل بالجوز، بالكاجو، الكاجو بيطلع طيب. كمان بيطلع طيب.
من بعد ما لوحنا كل المقادير بدنا نضيف شوية من مرقة الدجاج. هلا هون يلي ما عنده مرقة فينا نقطعها بلا مرقة، ما بيأثر فينا. سحبوا المي يعني؟ فينا نضيف مي محل يعني المرقة شوية. صح. فوالا. يضل عنا نختم بالكريم فخاش تينا او بحليب جوز الهند. لكن هذه هي وصفتنا لليوم. اما بالنسبه للكسكس اذا بتشوفي تينا هلا برجي شوي المشاهدين وطي شوي او ليكونه وي فوالا، هذا الكسكس يلي نبت مضطرين انه نضيف شويه من الزبده. هون فينا نشتغل بالزبده اللايت اكيد، ومضطرين انه نفتحهم بالشوكة بهيدي الطريقة تينا، مش بالمعلقة تما بالشوكة معصن. صح. لنفتحهم عن بعدهم. نرجع نذكر انه الكسكس نرجع نذكر انه كل كباية من الكسكس بدها كباية من المي. انا بفضل انه ننقعهم بزيت الزيتون لمدة ساعتين مغطيين بفوتة المطبخ مع الزبيب، لانه بنعرف انه الكسكس بيلبق له زبيب. بس هون نرجع بنقول للمشاهدين اللي ما بحب الزبيب اكيد في يستخدمه. فينا نضيف الزعفران، فينا نضيف عقد الصفرة تنغير لون الكسكس. حلو. وهيدي هي لكن هون بعد ناقص بس فينا نزيد الكريم فخاش وبنرجع بنقدمهم مع الكسكس. رح نرجع بعد شوي على التيستينج. دلال بدها تطعميني بشوكة السمكة. في نظر تينا نظر عم فكرتيني سمكة. يلا رانيا بلشي ذوقي لنا. رانيا مش عارفة ابدا. لا ابدا بس بدها زبيب، بدها زبيب وصوص وكل شيء وهيك. كان ذكر هيك على السريع سبيشل ريكويست. يلا اليوم عملنا بولي اوزاموند مع كوسكوس. بنرجع بنذكر انه لوحنا بصله مع دجاج مقطع مثل الشيش طاووق، ضفنا صويا صوص، لوز مطحون رانيا، رجعنا ضفنا جنجر باودر بالاضافه للملح بهار الابيض، ثوم شويه من الثوم، بصل اخضر. رجعنا ختمنا بشويه من مرقه الدجاج كريم فريش، وعلى جنب بعملنا كسكس كثير كثير طيبه طيبه كثير. وانا بقول لازم نحط زبيب. ايه الزبيب يعني هيدي هيك الحلو بيعمل سربريز بالتم. وهون كمان بدي اقول انه اليوم نقعنا الكسكس بزيت الزيتون، عرفتي طالعه طعمه على فكره. ايه النقعه هي طيبه كثير يعني عاطيه هيك نكهه، عاطيه على ايطاليان شوي. هذا كسكس على طلياني طيب مش على مغربي. لا بس كان فيكم بس تنبهوني انه هالقد سخنين ولعنا. طيبه وسهله. سهله عن جد يعني لكل ست بيت بتعرف تطبخ او ما بتعرف تطبخ فيها اكيد تشتغل يعني 100% بتنجح معه. صح. لانه سهله سريعه ونرجع بنذكر انه فينا نستبدل الاموند بجوز او كاجو. ايه هو بنغير شوي. ثانكس دلال.